السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام، أرحب بكم في قناتي. اليوم لدي التحدي لكم، أرجوكم أن تشاركوني فيه. هناك خمس أبيات معقدة وصعبة، وتعقيدها وصعوبتها تتلخص في حرف الكاف. يعني هذا الحرف يتكرر في هذه الأبيات حوالي 40 مرة. حاولوا أن تكرروا هذه الأبيات بأسرع سرعة تقدرون عليها. وهذه هي الأبيات: كيف كربك كم يكفيك وكيف تنكف كفه كيمين كان من لك كي تكر كرا ككر الكر في كبد تحكم شكشك تنكلكلك لك كي كفا ما بكفاك الكاف قربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. الأبيات هذه تسمى بالكفكافية، ونصها بالتشكيل موجود لدي في إنستغرام. شكرا للمشاهدة، إلى اللقاء.